اللي بيشد الجسم جدا من فوق عشان يبقى الجسم نحيف من فوق ونازل على واسع. يعني انت اقتراحك ما ينفع عندنا في السعوديه لان احنا كل يوم هو يوم لبس. حتى انتم لما تجون نلزمكم بالعبايه. عموما لا تزال يعني سواء كان تقليدي او معاصر الزي هو ثقافه تعبر عن من يلبسها. دائما ما عبر التاريخ ايضا دائما ما يحمل الزي معنى معين، عنف، تسامح، حشمه، جراه. حتى تلاحظوا بعض الملابس فيها عسكرة، يعني لبس عسكري